أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها تفاصيل الحالة المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم الخميس بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال ساعات صباح الخميس، حيث تسجل العظمى 29 درجة مئوية، الملموسة 27، أما الرطوبة عالية ستكون 90%، أما الرياح ستكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن إلى تفاصيل باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا وتبوك طقس مستقر، تفرق لبعض الغيوم، سكاكا تسجل 28 إلى 18، تبوك 30 إلى 17، أما عرعر فرصة ضعيفة لهطول بعض زخات الأمطار 29 إلى 20 درجة مئوية. بالانتقال للمنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة 32 إلى 19، المدينة المنورة 32 إلى 20، مكة المكرمة طقس حار 36 إلى 22، أما الطائف طقس صافي 27 إلى 16. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية في المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها وجازان وعموم المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية 22 إلى 13 في أبها، جازان 30 إلى 28، الباحة 23 إلى 15. الآن إلى المنطقة الشرقية نبدأ بالدمام، طقس مستقر، غيوم متفرقة 29 إلى 20، حفر الباطن طقس صافي 30 إلى 20، أما الإحساء 28 إلى 18 مع تفرق لبعض الغيوم. العاصمة الرياض هناك فرصة لزخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار خلال ساعات الصباح 29 إلى 18، بريدة طقس صافي 27 إلى 16، أما حائل طقس صافي 25 إلى 15. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.